لك خلصنا فرديه بقى، هي اطمنتي انه مجد لساته عايش؟ طيب ليش يعني ما عم يتصل؟ لو يتصل فيني او اسمع صوته رح يرتاح قلبي واطمن عليه. انت بتعرفيه اكثر منا، يعني مو مره سواها فينا وقال انه مسافر على ميلانو؟ ايه معك حق. وانت شو صار معك لهلا؟ ما خلصت السيناريو تبعك؟ لا لا حياتي، عم اقرا القسم الثاني. الظاهر انك مطول. لا، بالاول قريت اللي على اليسار وهلا عم بقرا اللي على اليمين. اللي على اليمين مكتوب السيناريو، واللي على اليسار هو الحوار. لا خلصنا، شيله من ايدك بقى. حياتي شبكي، ليش معصبه علي؟ يعني هيك فرصه ما بتتعوض، لازم الواحد ما يضيعها من ايده. طيب عندي سؤال، الشغل لفوتون ليش لتقرا السيناريو؟ اذا انت ما بتفهم بالتجاره فيا ريت تريح حالك ولا تتدخل بشي ما بتفهم فيه. بس رح جاوبك، وقت التصوير رح يكونوا اكثر من 100 واحد عم يشتغلوا. انت فكرت شي وين رح ياكلوا او يشربوا؟ فهمني انت شو دخلك. اه انا رح استلم شغله الاكل بالموقع، اتفقت انا وشفيق، بس بالاول لازم اقنع فوتون بالشغل. هاي اجا الاستاذ تبعك. اوه استاذنا يا ميت، اهلا وسهلا فيك. اهلين مروان، من شوي كنت رح اتصل بفوتون مثل ما اتفقنا انا وياك. بتمنى انه تقبل، كل شي جاهز، مو ناقصنا غير البطله، واذا مشي الحال بكره منبلش تصوير. اها منيح، تفضل لهون. مرحبا. اهلين. فوتون مرحبا، كيفك شو اخبارك؟ ليكي شو بدي اقلك، انت فكرتي بقصه التمثيل يلي انعرضت عليكي؟ لك فكري منيح قبل ما ترفضي الشغلة. شبك حكاني المخرج وقال لي رح ندفع لها يلي بتطلبه، المهم انه تمثلي معه. يعني مو موافقة؟ اكيد مثل ما بدك. طيب ماشي. من الصبح قاعد وعم يقرأ بهالسيناريو وما تركه من ايده. شو صار؟ وافقت ما؟ لا ما وافقت. في سيرين، شوفها إذا بتناسبك. وإذا بدك في بتول. شو؟ شو رأيك؟ شو قلت؟ مروان خلاص، شو أهبل؟ أنت متأكد من هالحكي اللي حكيته عمي صالح؟ يعني رح يكون صعب علينا أنه نأمن المبلغ، هي كل القصة. طيب إذا استجد معكم شي يا ريت خبروني، وشكرا كتير عمي صالح، الله معك. أمي شو صاير؟ يا عمري أهلا وسهلا حبيبتي، تعي عادي أمي، عادي هون. ليكي أمي، من شوي اتصلوا فيني من المشفى بخصوص أبوكي الله يعافي، قال في علاج، بس العلاج رح يكون بسويسرا، وإن شاء الله رح يكون العلاج ناجح، بس نحنا لازم نسفره لسويسرا بأسرع وقت ممكن. جد عم تحكي؟ هاد أحلى خبر سمعته بحياتي. ايه فعلاً كتير حلو هالخبر. ايه؟ بس هالسفرة رح تكلف كتير. أنا من شوي كنت عم بحكي تليفون مع جدك، قال رح يبيع البيت، بس حقه ما رح يغطي المصاريف بنوب، يعني ناقصنا، بدنا كتير مصاري لنغطي المصاريف. يا ربي، وأنا كمان ماني مخبية مصاري بالمرة. أنا بيع اللابتوب إذا بدك أمي. لك أنت الله يخلي لي إياك وما يحرمني منك أبداً يا عمري، ما رح يكفي حتى لو بعت اللابتوب، لازمنا مبلغ كبير نحن. يا ربي رحمتك، والله ماني عارفانة منين إجتنا هالشغلة هي، وإذا بدها تنحل ما بتنحل غير بالمصاري، منين رح ندبرون؟ لو المبلغ صغير كان الموضوع كله انحل. يا ربي شو نعمل؟ ولا يهمك أمي، أنا بدبره. كيف؟ ألو مروان، بدي أسألك سؤال، المخرج لسه بده ياني؟ أنا كتير انبسطت لأنه قبلتي تمثلي معي، بكرة بتشوفي كل تركيا رح تحكي باسمك، رح تصيري نجمة. مو هيك القصة بصراحة، ما بدي أكون نجمة مشهورة، القصة وما فيها أني بحاجة شوية مصاري. لا تاكلي هم المصاري، المديرة نيبال هلأ رح تجي ورح تدفع لك اللي بدك إياه. طيب أنا فضولية شوي وبدي أسأل سؤال. يعني ليش حضرتك اخترت واحدة مثلي ما عندها تجربة
ويا ريت تجاوبني بصراحة على سؤالي. يعني شركتكم من أهم الشركات، وأنا متأكدة إنه نجوم البلد كلهم بيتمنوا يشتغلوا معكم، ليش أنا؟ نحن بحاجة لوجوه جديدة، بالإضافة لأنه وجهك مناسب للفترة الزمنية. فترة زمنية؟ بأي سنة دخلها؟ يعني بأي سنة رح يكون؟ يا الله، إن شاء الله ما يكون دوري دور وحدة كبيرة. المسلسل بيحكي عن فترة الستين باسطنبول، بيحكي عن الحب العذري. حابين نرجع الأجواء القديمة للشاشة. ما يكون في بوس وحضن وهيك شغلات، أنا مستحيل مثل هيك دور. بمسلسلنا العواطف هي أهم شيء. النظرات، الأحاسيس. ابتسمي للكاميرا، زعلي، ارجعي كمان ابتسمي، وهلأ عصبي. حاج بقى شو مفكرني مهرج وقاعد تتمسخر علي؟ هي هي ردة الفعل المطلوبة يعني سفتون. نيبال خانم اجت. لكن انتي بتكوني النجمة فتون؟ يعني أنا لساتني لهلأ فتون، لسه ما صرت نجمة. أهلين فتون. الأستاذ شفيق حكالي عنك كتير. طلعت مثل ما وصفت. ما عفوا منكم، خطيبي عم يتصل فيني رد. نعم إياد. حبيبتي وينك؟ أنا هلأ باجتماع. لكان بلا ما عطلك، ليكي شو كنت بدي قلك؟ شو رأيك نتعشى الليلة أنا وياكي سوا؟ ممكن، ليش لا؟ بس خلص الاجتماع بحكي معك. طيب، أنتي منيحة ما؟ أنا كتير منيحة، ما فيني شي. لا تخاف، ماشي، بنحكي بعدين. أوكي حبي. خطيبك بيعرف إنه رح تمثلي؟ لا، لسه ما خبرته. وإذا دري رح يعترض على شغلي؟ لا، ليش لحتى يعترض يعني؟ أصلاً هو كتير بيحترم رأيي. تمام، معناته بكرة رح نبلش تصوير، الصبح رح يجوا ياخدوكي من البيت. قلتي بكرة؟ كأنه كتير مستعجلي؟ إيه نعم، وكل شي جاهز، بكرة رح نبلش بأول مشهد، رح نسافر على إيفا. والله فاجأتوني. بكرة بتتعودي على جو التصوير، أصلاً حبيبتي أنت لساتك بأول الطريق. الصراحة بدي أسأل عن شغلة بس خجلانة منكم. المصاري منحكي بهالموضوع بمكتبي. بشوفك بكرة. ماشي أستاذ. تحفة. والله رح أموت من جوعي. شكراً لك. صحتين. فتون، شبكي اليوم؟ من وقت ما وصلنا ما حكيتي شو؟ بعدين صوتك على التليفون ما كان طبيعي أبداً. إياد، اليوم صارت معي شغلة بدي إلك إياها. أنا قبلت بعرض المخرج وبدي مثل. كيف؟ طيب ليش قبلتي بهالشي؟ ليكون هداك المخرج التافه ضحك عليكي؟ ها؟ أوف، ماشي. هلأ بتدقي له وبتقولي له إنه مو موافقة. آسفة ما بقدر. لك يا فتون، أنا بصراحة ما بدي إياك تشتغلي هيك شغل معه، عم تفهمي؟ لو سمحتي اتصلي في قدامي لشوف وقولي له إنك مو موافقة على الشغل. قلت لك ما بقدر، لأنه أنا وقعت عقد مع الشركة وأخذت دفعة على حساب. أنا ما عم بفهم كيف بتقرري وبتعملي هذا الشيء بدون علمي؟ كنت مجبورة إياد، لازمني كتير مصاري مشان علاج أبي. وشو شايفتيني هون رجل كرسي يا خانم؟ كنت تطلبي مني؟ إياد افهمني، الله يوفقك، أنا ما بدي أخذ منك مصاري، بصراحة بعرق جبيني بدي أكسبهم. بس يا فتون، أنت ما عندك أي تجربة بالتمثيل، كيف بتورطي حالك بشغلة ما بتفهمي فيها أي شيء؟ أنا غبية يعني؟ أولى شو مستني؟ مو هذا اللي قصدته بنوب. كلامك بدل على أنه هاد قصدك. يا الله منك، بدها تسكتني ومو عارفة شلون.
أنا كل قصدي هالشغلة مانا سهلة أبداً مثل ما أنت مفكرة، لأنه ما عندك أي تجربة فتون، ممكن ما تنجحي فيها. تمام، لكن بكرة منشوف. أنت مقررة يعني؟ أي والله مقررة. حتى إذا بدك فينا نتشارط أنا وياك، تتذكر أنت بتحب هيك قصص. شكراً على العشاء الحلو. صحة.